البجعة البيضاء أخطر الأسلحة الروسية التي تخشاها أمريكا. 260 أثقل قاذفة استراتيجية في العالم صممت من قبل مكتب توبوليف السوفيتي رداً على تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لقاذفاتها بعيدة المدى من طراز B-1 لانسر. ورغم التشابه بين الطائرتين في الشكل، إلا أن طائرة 260 تختلف بشكل جذري عن الطائرة الأمريكية، حيث صممت القاذفة الروسية لتكون منصة إطلاق صاروخي مستقلة، كما أنها أسرع وأكبر وذات مدى أطول من نظيرتها الأمريكية، وتعد الأكبر من حيث قوة الدفع والأثقل من ناحية الوزن عند الإقلاع بين جميع الطائرات المقاتلة، كما أنها أكبر طائرة ذات سرعة أعلى من الصوت وأكبر طائرة ذات أجنحة متعددة الزوايا. أقلعت القاذفة 260 لأول مرة في 18 من ديسمبر عام 1981، وبدأ إنتاجها عام 1984، ويطلق عليها الروس اسم البجعة البيضاء، وتعرف لدى الناتو باسم بلاك جاك. المواصفات العامة للقاذفة 260: تتميز 260 بأجنحة متعددة الأوضاع ومتغيرة الزاوية، حيث يمكن للطيار اختيار درجة انحناء الجناحين من 20 درجة وحتى 65 درجة، ويتكون طاقمها من 4 أفراد، ويبلغ طولها 54 مترا وارتفاعها 13 مترا، والمسافة بين جناحي الطائرة 55 مترا، ويبلغ وزنها فارغة 110 أطنان، ووزنها بأقصى حمولة تسليح 275 طنة. يتم تشغيل البجعة البيضاء بأربعة محركات تيربو فان من طراز كوزينيتسوف أنكي 32، تدفع القاذفة 260 بسرعة قصوى تصل ل 2 ماخ بمدى طيران يصل إلى 12300 كيلومتر بدون عملية التزود بالوقود في الجو وارتفاع 16000 متر. مخزونها من الوقود الداخلي 130 طنة، مما يعطي الطائرة قدرة طيران مدتها 15 ساعة على سرعة 850 كيلومتر في الساعة وارتفاع 30000 قدم، وبإمكانها التزود بالوقود أثناء الطيران، إلا أن هذا نادرا ما يحدث بسبب حمولتها الكبيرة من الوقود. ورغم أن الجيش الروسي طلب صنع 100 طائرة، إلا أن العدد النهائي المنتج كان 35 طائرة، يمتلك منها فرع الطيران بعيد المدى التابع لسلاح الجو الروسي 16 طائرة على الأقل في الخدمة. القدرة الدفاعية والرادار: البجعة البيضاء مزودة برادار أوبزور كي، وهو هجومي خاص بها مزود بعازل رادوم مختلف عن باقي الرادارات من هذا النوع، كما أن الطائرة مزودة برادار سبوكا الذي يمنح الطائرة القدرة على التحليق أوتوماتيكياً على ارتفاع منخفض وتتبع السطوح. تضم الطائرة موجه قنابل إلكتروني وبصري، إضافة إلى وحدة حرب إلكترونية متكاملة دفاعية وهجومية في نفس الوقت. بعد عام 2006 طلب الجيش الروسي إدخال تحديثات لهذه الطائرة، تتضمن هذه التحديثات نظام ملاحة رقمياً وهو حديث مضاد للنيوترونات والإشعاعات النووية، كما يتضمن نظام الملاحة دعم لأقمار جلوناس لتحديد المواقع ومحركات ذات كفاءة عالية. رغم أن هذه الطائرة صممت لتكون ذات قدرات دفاعية جيدة وتمويه عال عن طريق تقليل الانبعاثات الرادارية والحرارية، إلا أنها ليست طائرة شبح. ورغم ذلك، فقد قام الجنرال الروسي الفريق إيغور خوفوروف بالادعاء أن هذه الطائرة تمكنت من اختراق المجال الجوي الأمريكي في الدائرة القطبية دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الأمريكية من اكتشافها، مما أدى إلى أن تقوم القوات الجوية الأمريكية بتحقيق في الحادثة. تسليح القاذفة 260:
تخزن البجعة البيضاء الأسلحة في مخزنين داخليين يستوعب كل منهما 20,000 كيلوغرام من الأسلحة محملة على قاذفات متحركة داخلية تحمل كل منها 6 صواريخ مجنحة من نوع KH-55 أو قاذف دوار للصواريخ النووية، وتبلغ الحمولة الكلية للأسلحة 40,000 كيلوغرام. ورغم هذا الكم الهائل من الأسلحة الثقيلة، إلا أن البجعة البيضاء هي القاذفة السوفيتية الوحيدة منذ الحرب العالمية الثانية التي لا توجد بها أي أسلحة دفاعية. خضعت القاذفة T-160 لتحديثات على أنظمة التسليح يسمح لها باستخدام صواريخ كروز من طراز خا-55، والتي يتم توجيهها عبر الأقمار الاصطناعية جلوناس، ويمكنها حمل رؤوس تقليدية أو نووية بمدى 2500 إلى 3000 كيلومتر، إضافة إلى إمكانية إلقاء قنابل مصوبة بالليزر. كما تتضمن التحديثات المتوقعة إمكانية التعامل مع 4 صواريخ حاملة لأقمار للاستخدام المدني أو العسكري، وطلاء خاص لتقليل انبعاث الرادار والحراري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.